السلام عليكم ورحمة الله. نسجت الحب، نسجت الحب أشعارا لتصغى لها الأزهار في الروض الرحيب، وأحببت الأكارم من شغافي، فيا مهج الوداد ألا أجيبي. غدا نستكمل معكم أحب أنا الأكارم 103 من برنامج الألوان السبعة، 300 لقاء و600 ساعة تلفزيونية اشتركنا بها سويا في جو مفعم بالحياة. ومع مئويتنا الثالثة اسمحوا لنا أن نطرح على حضراتكم، وقبل البداية في هذا المشروع، مشروعا جديدا للتواصل مع العالم العربي. نحن بانتظار تقاريركم المصورة أو المكتوبة والمشفوعة بالصور أو التقارير المصورة من أجل بثها في البرنامج. الألوان السبعة سيكون جسرا للتواصل المعرفي ما بين تركيا والعالم العربي، وننتظر تفاعلا كبيرا ونعدكم بتفاعل من طرفنا مع التقارير التي ترسلونها. نبدأ معكم جولتنا بعد الفاصل. في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير في المجالات المتنوعة، كيف أثرت التكنولوجيا على السينما؟ وما هو واقع تقنيات الرسوم المتحركة أو ما يعرف باسم الأنيميشن في السينما التركية؟ قراءة فنية علمية بعد قليل في الألوان السبعة. تخطو القيادة السياسية السورية خطوات متسارعة في مجال تطويق الثورة الشعبية الهادرة، الدستور المقترح والاستفتاء الشعبي عليه، ورؤية الدولة والمعارضة للحراك السياسي في مرحلة الغرق، بعد قليل في الألوان السبعة. نبدأ معكم بهذا المساء باستطلاع رأي أجرته زميلتنا خديجة الزغيمي في استطلاع لآراء الشباب العربي حول دور الشباب وواقعهم بعد ثورات الربيع العربي. ما هو الدور المنوط بهم وكيف يجب أن يقرأوا المستقبل؟ هل هناك نظرة تفاؤل من قبل الشباب لدورهم المستقبلي أم أن هناك تشكك دائم؟ الربيع العربي والشباب وأدوارهم المستقبلية، واستطلاع في واقع الآراء والأحوال، والزميلة خديجة الزغيمي. الربيع العربي أطلق شرارته الشباب، وهم الذين يحافظون على بقاء جذوته مشتعلة إلى الآن. وكان من أهم أهداف الثورات العربية تمكين الشباب من ممارسة أدوارهم في خدمة مجتمعاتهم في مختلف المجالات. بعد مرور أكثر من عام على اندلاع شرارة أول هذه الثورات، كيف يرى الشباب العربي أدوارهم؟ وجهنا هذا التساؤل إلى عدد من الشباب العربي الناشط، وهكذا كانت إجاباتهم. طبعاً تعطت دور كبير للشباب، حتى أن الشباب صار يفكر بالسياسة، صار بيشغل بالسياسة، صار يعني بيحاول أنه يصنع القرار، مش بس يستمع، مش بس يعني أنه قبل الشباب كان يعني ضمير مستتر، بس الآن إن شاء الله الحمد لله ضمير حي. المفروض يكون دور رئيسي، يعني زي ما كان دورهم في قيام الثورة نفسه دور رئيسي، كمان لازم يكون دورهم بعد كده في الحياة السياسية دور رئيسي، لأنه ده المستقبل. والثورة أصلاً قامت عشان توجد دور للشباب اللي كان متهمش طول سنين طويلة فاتت. مفيش حضارة هتقوم ومفيش تقدم هيقوم غير لازم هيعتمد بشكل رئيسي جدا على القوى المحركة في أي مجتمع، وهي الشباب. الشباب هو محرك الثورات العربية اصلا. طبعا هو حاليا يعني هنقدر نقول ان الشباب يعني ممكن يكون دوره مش ظاهر قوي، يعني مش ظاهر كسياسة، يعني أو كطرف السياسة بطريقة ظاهرة يعني، لكن هو الشباب عامة هو محرك الثورات العربية، وهيفضل هو محرك السياسات في الشارع. يعني هو دلوقتي يعني مش واخد دوره الكافي، بس يعني واحدة واحدة، احنا لسه في أول طريق للديمقراطية، وواحدة واحدة هيبتدي ان هو ياخد دوره أكتر فأكتر إن شاء الله. وتلخص فردوس رؤية الشباب لدورهم في عهد الثورات بالقول: الثورات العربية ثورات شابة. إذن رغم العديد من العثرات التي تواجه الثورات العربية، فإن الشباب لا يزال متمسكا بالأمل الذي يصاحبه العمل، مدفوعا بطاقة لا تنفد يستمدها من إيمانه بأنه إذا أراد وسعى فإن الله لا بد مؤازره. لبرنامج الألوان السبعة
خديجة الزغيمي، إسطنبول. ومن شباب الربيع العربي نبدأ بشباب سوريا الثائر بعد عام على ثورته. كيف يقرأ التحركات السياسية التي يقوم بها النظام السياسي الرسمي في سوريا؟ انتخابات محلية، دستور جديد، وقراءات جديدة في الاستفتاء الذي تم وسط غياب شعبي واضح عن صناديق الاقتراع والتجاء إلى البيوت الآمنة في ظل القصف المستعر، قراءات في المشهد السوري بعد عام على الثورة السورية. يسعدنا أن نطرح محاورها على الصحفي والكاتب التركي الكبير الأستاذ أحمد فارول. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. سنبدأ إذن أحبائنا المشاهدين بهذه القراءة المبدئية، وسوريا ما بين ثورتها وما بين حراك سياسي رسمي فيها، ما بين الثورة والدستور والاستفتاء. مع تصاعد وتيرة العنف وحملات القصف العشوائية للأحياء السكنية في سوريا الحبيبة، طرحت القيادة السياسية السورية مشروعا جديدا لتطويق الأزمة المتصاعدة في محاولة منها للالتفاف على الزخم الشعبي المتصاعد في المدن والأرياف السورية، مطالبا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وزوال النظام القائم. الدستور الجديد الذي تم صياغته بعد عام كامل على المجازر جاء ليقدم تصورا جديدا لنظام حكم سوري تراه النخبة الحاكمة في سوريا. طرح على استفتاء شعبي شارك به رئيس الجمهورية بنفسه وسط غياب شعبي واضح في شتى المحافظات السورية. بنود الدستور المقترح والفلسفة السياسية التي تتعامل بها القيادة السورية في الالتفاف على مطالب الشعب جعلت من هذا الدستور أضحوكة بنظر المتابعين للشأن السوري، واعتبرته المعارضة السورية مسرحية جديدة من مسرحيات النظام الدموي كالانتخابات في المحليات التي سبقت هذا الاستفتاء. والجميع يرى أن غياب الشعب عن صناديق الاقتراع والاستفتاء كانت أبلغ رد على النظام السوري الذي يعتمد على لغة المدافع في خطاب شعبه الأعزل. الدستور والاستفتاء والانتخابات المحلية أطروحات سياسية تأتي بعد فوات الأوان بنظر المحللين، فلو طرحت قبل اندلاع الثورة أو في بداياتها على أقل تقدير لكان الواقع مختلفا كليا، ولكن أفضل ما يقال هنا قول الله تعالى مخاطبا فرعون أثناء غرقه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أستاذنا الكريم، نجدد ترحيبنا بحضرتك الصحفي والكاتب التركي الكبير الأستاذ أحمد فارول. عام مضت على الثورة وحصاد مر ما بين شهيد وجريح وطريد وأسير، كيف تقرأها لنا أستاذنا؟ الثورة في الربيع العربي بدأت في تونس وانتهت في مدة قصيرة بالنسبة للثورات الأخرى، ومع ذلك يعني انتصرت أيضا في مصر وفي ليبيا وأخيرا في اليمن، ولكن بعد عدة أيام ستكمل سنتها الأولى، ونتمنى الانتصار للثورة السورية أيضا، ولكن يعني نرى أن هناك مشكلة تستمر بسبب موقف النظام السوري وموقف العالم تجاه الثورة السورية. نعتقد أن العالم عموما يهمل الثورة السورية، ولذلك استمرت الثورة لفترة يعني نعم وطالت. رغم ذلك نعتقد أن الشعب السوري يعني مصر في الانتصار ومصر في الحرية، و يعني ضروري أن يكون هناك حل على أساس الحرية. نعم أستاذنا الكريم، كصحفي وكمتابع للشأن السوري، النظام السوري الرسمي طرح سلسلة من الاقتراحات، تحدث عن انتخابات محلية أو نظام البلديات، تحدث عن دستور جديد، وتحدث عن استفتاء على هذا الدستور. هل ترى أن هذه الخطوات جاءت متأخرة أم أنها في موعدها المناسب؟
الشعب السوري كان في بداية الأمر الإصلاح، يعني كان يطلب من النظام السوري الإصلاح، يعني الإصلاح والحرية السياسية. ولو كان هذه الاقتراحات يعني وضعت في يعني في ذكر في ذهن يعني السوريين املا، ويعني ولو حدث هناك امل انه سياتي الاصلاح في النظام السوري وسياتي التعدديه والحريه والسياسه على اساس الحقوق الانسانيه، يعني نعتقد ان هذه الاقتراحات يعني كان من الممكن ان تجد وتاتي بالحل. ولكن بعد قتل آلاف من الناس وتحت كل هذه المجازر، يعني والمجازر ما زالت تستمر، يعني لم تنتهي، بقتل عشرات من الآلاف وبالتجريح ويعني طرد الناس وهدم المباني على رؤوس أعصابهم أصحابها، يعني تحت كل هذه المجازر لا يمكن حل يعني بادعاء الإصلاح عن طريق تغيير الدستور، وفي حقيقة الأمر الدستور لا يأتي بشيء جديد. نعم، الدستور لا يأتي بشيء جديد، وهناك قراءة شعبية لهذا الاستفتاء ولهذا الدستور. الشعب لم يذهب إلى صناديق الاقتراع، وإن حوله يعني الإعلام الرسمي السوري تصوير أن الناس كلها ذهبت 100% و 120% ذهبوا إلى التصويت. حقيقة الأمر أن مراكز الاقتراع كانت خاوية، الشعب كان يبحث عن لقمة العيش عمليا، ويبحث عن ملاذ آمن، إما أن يفر من القصف في باب عمرو، في حمص، في حماة، في درعا، في غيرها، وإما أن يبقى حيا بأي أسلوب. بالتالي الشعب السوري رفض هذا الاستفتاء جملة وتفصيلا، رفض الدستور الجديد. وهل يمكن لنا أن نتحدث عن رفض للنظام السياسي السوري بالمطلق؟ نعتقد أن الذين صوتوا في الاستفتاء هم الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراعات يعني بالإجبار، وفي حقيقة نعم في حقيقة الأمر الشعب السوري رفض التصويت، لأن التصويت ليس تصويت بالحرية، والدستور لا يعني لا يعطي أي شيء للشعب السوري، يعني ولا يضع أملا في قلوبهم، ولذلك نعتقد أن الشعب السوري رفض التصويت في الاستفتاء، والذين صوتوا لم يصوتوا بالحرية بل بالإجبار بالإلزام. ولذلك يعني هذه النتائج يعني لا تقنع أحدا في العالم، يعني نعتقد أن الذين يعتقدون أن الشعب يعني أو يدعون أن الشعب السوري صوت لصالح الدستور الجديد هم أيضا لا يقتنعون بهذه النتائج، ويعتقدون أن هذه النتائج يعني أخذت تحت الإجبار، بالتالي لا تعقد. نعم. لا تعقد لها شرعية. أستاذ أحمد فارول، الآن عندما ننظر إلى المشهد السياسي السوري من الأعلى، المعارضة السورية رفضت وجود النظام بالمطلق. الآن كما تفضلتم بدأوا الشعب يريد إصلاح النظام، وانتهوا الشعب يريد إعدام الرئيس. الآن النظام الشمولي لا يريدونه، ولا يريدون التعاطي مع أي أطروحة سياسية يتقدم بها النظام. هناك حالة انشقاقات في الجيش متزايدة يوما بعد يوم، وهناك اعتراف أوروبي بالمجلس الوطني السوري. هل تظن أن المشهد السوري اقترب من نهايته بهذه المعطيات؟ أنا أعتقد أن هناك حاجة إلى تأييد أكثر للثورة السورية، يعني صحيح أن هناك يعني
تأييد لهذه الثورة في العالم، في مثلا هناك يعني في الاتحاد الأوروبي تأييد للثورة السورية، لكن كل هذه يعني هذه الخطوات خطوات سياسية تماما، والشعب السوري يحتاج في هذه الثورة الى يعني الى المساعدة، الى دعم حقيقي وفوري، الى دعم حقيقي يعني والى ضغط حقيقي على النظام السوري يعني ليتم الحل في وقت اقصر مما نتمنى ومما نتوقع، يعني ضروري ان ينتهي القتل اولا في سوريا، يعني ضروري ان نجبر النظام السوري الى انتهاء القتل، وبعد انتهاء كل هذه المجازر يمكن ان نجد طريقا اقصر للحل، ولكن في تحت استمرار كل هذه المجازر يعني صعب ان يعني ان نقول اننا نساعد الشعب السوري في ثورته للحريه وللعداله وللحقوق. يعني جميل جدا استاذنا الكريم، يعني تركيا نصحت النظام السوري في بدايات الازمه، بل وحتى قبلها عندما اندلعت الثوره التونسيه تقدموا بنصيحه الى النظام السوري باجراء اصلاحات، بمعنى لو طرح هذا الدستور الجديد قبل اندلاع الأزمة أو حتى في بداياتها في سوريا لوافق عليه الشعب، ولكن جاء بعد 10,000 شهيد تقريبا، وجاء بعد أكثر من 50,000 معتقل ومفقود، وأكثر من 20,000 مشرد. الشعب لا يمكن أن يقبل بهذه الظروف بالتفاوض. لماذا تأخر النظام السوري؟ على ماذا يعول النظام السوري عمليا في تأخيره وإهماله، ودعني أسميها صراحة، في عدم تعاطيه مع الموقف إجمالا، يعني يتعامل باستهتار واضح؟ في حقيقة الأمر هذا المشروع للدستور أيضا ليس يعني لا يعطي للشعب السوري شيئا في الحرية وفي العدالة. مثلا يعني المادة الرئيسية في التغيير في الدستور يعني انتخاب الرئيس، يعني نرى في هذا التغيير يعني شيئا غريبا جدا، يعني الرئيس يعطي نفسه انتخاب يعني حق الانتخاب لمرتين لدورتين، دورتين يعني انتخابيتين، وكل دورة 7 سنوات ودورتين 14 سنة، وأمامه 3 سنوات يعني للانتخاب الأول، وهذا يفيد أن الرئيس يعني يعطي نفسه 17 سنة يعني ليبقى في الرئاسة. هذا مستعجل على المغادرة جدا. ونعتقد أن في هذه المرحلة يعني في هذه المدة سيكون ولده حافظ يعني قد كبر ليستلم الحكم. نعم يعني جاء إلى سن الرئاسة وهو يعني قد يترك الرئاسة إلى ولده، يعني ماذا يفعل الدستور؟ يعني نعتقد أن يعني أن هذا المشروع لتجديد الدستور يعني تماما يعني مسرحية كما قالت المعارضة، مسرحية من أجل مسرحية الالتفاف على الثورة. نعم، يعني الشعب السوري طبعا لا يقتنع بهذا التغيير، ونعتقد أن النظام السوري يحتاج إلى هذا يعني عمل الغريب بسبب استمرار الثورة. يعني كان النظام السوري يعني يعتقد أن الشعب السوري يعني سينهي ثورته ولن يصر في العمل ولن يخرج إلى الميادين بطلب الحرية والعدالة بعد كل الضغوطات العسكرية، ولكن
حصل ضد ما يعني توقع، ويعني والشعب هو أصر في الحرية والعدالة، وبناء يعني إضافة إلى ذلك حصل انشقاق في الجيش، وهذا الانشقاق كما تفضلتم هذا الانشقاق يستمر ويمكن يعني يزول، يعني يزول الجيش ويبقى في أيديه الاستخبارات فقط، يعني جيش الاستخبارات فقط، يعني الجيش الوطني سيزول وينشق تماما ويبقى في نفس في أيدي النظام جيش الاستخبارات فقط، والشبيحة. وأعتقد أنه لا يعني لا يتوقع أن يبقى هذا النظام بالاستخبارات فقط وبالشبيحة، ولذلك يريد أن يقنع الشعب، ولكن الشعب لا يقتنع بهذا يعني أمر الغريب. يعني جميل جدا أستاذنا الكريم، أنتم كأتراك كإعلاميين أتراك كيف تقرأون الموقف الروسي؟ لماذا تصر روسيا عمليا على دعم النظام السوري حتى آخر النفس؟ يعني إلى درجة إرسال الغواصات الحربية إلى السواحل السورية، بمعنى نحن على استعداد أن نخوض حربا لأجل سوريا، من أجل ماذا؟ يعني موقف روسيا موقف مصلحي تماما، يعني ليس موقفا إنسانيا. مثلا نعتقد أن النظام الصهيوني أيضا يعني يرى مصلحة في استمرار النظام السوري، وأمريكا أيضا يعني يرى استمرار النظام البعثي لمصلحته، ولكن يعني سياسة أمريكا يعني سياسة مزدوجة، نعم مزدوجة، يعني لا يتخذ سياسة مثل سياسة روسيا والصين وإيران. يعني هذه الأنظمة يعني خاصة هذه الأنظمة الثلاثة، يعني روسيا والصين وإيران، تتخذ يعني سياسة مصلحية ظاهرة بسبب أنهم يعني يحتاجون إلى دوام البعث، يعني إلى دوام النظام البعثي، يعني مصلحة مهمة بالنسبة لسياستهم. يعني كل هذه السياسات سياسات مصلحية تماما، ولا يرون أي موقفا يعني إنسانيا أو حتى يعني تعاطفا، وحتى القانون الدولي يعني الشعب الأعزى لا يجوز قتله حتى في كل المواثيق الدولية. لكن في يعني نهايات هذا اللقاء أستاذنا الكريم، أعذرني جدا لأن الوقت بدأ يحاصرنا، عندما نتحدث عن الشعب السوري، سنة كاملة من التضحيات، سنة كاملة من التظاهر، سنة كاملة يوميا ميادين التظاهر مليئة بالرجال والنساء والأطفال، هل تظن أن الشعب السوري جاهز لدفع فاتورة الحرية؟ هل سيستمر في ثورته حتى يسقط النظام كما يطلب؟ على ما اطلعت من المعلومات من طرف السوريين، ويعني انا اعتقد ان الشعب السوري مصر في هذه الثوره حتى الى الانتصار، لان النظام السوري لا يعني لا يترك المجازر، يعني ولو انتهت الثورة في سوريا ستستمر المجازر. لذلك يعني نعتقد ان الشعب السوري لا يرضى بهذه المجازر يعني بترك الثورة، يعني قد يتضحى لأجل الحرية، ولكن لا يتضحى لأجل الاستسلام. يعني جميل جدا أستاذنا الكريم، في دقيقة ونصف إذا تكرمت علينا، الآن الشعوب العربية والحكومات العربية اتخذت مواقف تنديد عالية جدا، ولكنها لم تنفذ شيئا على الأرض. الموقف العربي لا زال موقف تنديدي، موقف شعارات فقط، حتى إن الجامعة العربية لم تعترف لغاية الآن بالمجلس الوطني السوري. كيف تقرأ ذلك؟
يعني نحن نتمنى من الشعوب العربية يعني نطلب يعني أن يكون هناك موقف حقيقي، موقف دعم للشعب السوري والضغط على النظام السوري، على النظام البعثي. لكن يعني كما تفضلتم الموقف الحالي موقف كلام فقط، يعني لا نرى موقفا عمليا بل نرى موقفا بالكلام. يعني يرفضون المجازر ويؤيدون الثورة، ولكن كل هذا الرفض وكل يعني هذا الدعم بالكلام فقط، لا نرى في العمل شيئا يعني. نعم، الأستاذ أحمد فارول الكاتب الصحفي التركي، نشكرك جدا على وجودك معنا في برنامج الألوان السبعة، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية الأولى لهذا المساء، نتابعها سويا بلا تعليق. السيد نهاد عوض مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية التقاه فريق برنامج الألوان السبعة في إطار تغطيته لضيوف إسطنبول، وأثناء مشاركته في ندوة حول المشروع العملاق المعروف باسم سلام وورد، التقيناه وسألناه حول قضية سلام وورد ودور الشباب والعالم الافتراضي، وأيضا عن المؤسسة الخاصة بالعلاقات الإسلامية الأمريكية، رؤية جديدة يحملنا إليها الزميل رامي عبد العال. على هامش الكمة العالمية الأولى لسلام وورد، الموقع الإلكتروني الإسلامي الأول للتواصل الاجتماعي، التقينا مع الأستاذ نهاد عوض مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الذي أطلعنا على طبيعة المؤتمر قائلا: في الواقع هذا المؤتمر أو القمة للنخبة من المفكرين ورجال الأعمال والناشطين والمهتمين في تطوير الأداء الإسلامي في الفضاء الإلكتروني، هي فرصة يعني فريدة من نوعها، يجب الانتباه إليها ودعمها، لأنها تتطلع إلى فتح فضاء جديد للمسلمين حول العالم وإعطائهم فرصة في تنظيم أنفسهم، في التداول الاجتماعي والتعارف، التبادل الثقافي وحتى التجاري، وتقديم حلول ليس فقط للمسلمين أنفسهم بل للعالم. فيسبوك وتويتر مواقع اجتماعية تأثر بها الشباب. سألنا الأستاذ نهاد عن دور الشباب المسلم وطبيعة الموقع الجديد وأهدافه فأفادنا: وموقع إسلامي بعدة معاني، التبادل الاجتماعي والثقافي وهو يعتبر الركيزة الأولى، حيث عندما يتم التعارف بين مئات الملايين من المسلمين حول العالم في القارات الخمسة ويضعوا على هذه الشبكة خبراتهم ومعلوماتهم ورغبتهم في التعاون فيما بينهم، ستخلق فرص جديدة لتطوير أدائهم الاجتماعي وأدائهم السياسي، ويبدو أن القوة الشبابية والمهنية هي التي تقود هذا المشروع، ولديهم أفكار ورؤى مستقبلية يحتاجها ليس فقط العالم الإسلامي بل العالم أجمع. الثورات العربية التي انطلقت من المواقع الاجتماعية وتأثير التطور التكنولوجي على العالم الإسلامي كان من الملفات التي تطرقنا إليها مع مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية. أنا أعتقد أن الثورات العربية قد تكون أحد المشجعات لرواد هذا المشروع، بأن الإبداع بإمكانه أن يطور التكنولوجيا نفسها. الذي اخترع شبكة الفيسبوك والإنترنت لم يحلم يوماً أن مجتمعات عربية ستستخدم هذه الشبكات في عمل نهضة وثورة اجتماعية تاريخية وحديثة سلمية ونقية ألهمت وأبهرت العالم في كل مكان. ومن هنا فكرة هذا المشروع تؤمن بالإبداع وتؤمن بأنه لا يوجد شيء مستحيل.
وتطرقنا مع الأستاذ عوض إلى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الذي يرأسه أهدافه، فأردف قائلا: مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية هي مؤسسة فاعلة في الولايات المتحدة، عليها عبء ومسؤولية كبيرة جدا في الدفاع عن حقوق المسلمين وتنشيطهم سياسيا وإعطاء أفضل صورة يجب أن يتمتع بها المسلمون، وأيضا تعريف المجتمع الأمريكي الذي يجهل بالإسلام عن الإسلام والمسلمين. سلام وورد مشروع مشتق من كلمة سلام، موقع يمكن أن يكون جسرا للتعاون بين الشرق والغرب في العديد من المجالات. يسعى القائمون عليه أن يكون جسرا بين المسلمين في العالم في العديد من المجالات بمفهوم إسلامي يسهم في نقل وسائط المعرفة إلى الشعوب الإسلامية بأسلوب علمي معاصر. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، إسطنبول. وإلى قراءة من وحي الإبداع، بلدية باتشليفلر إحدى البلديات الإبداعية التي تستعد للغد بشتى مجالات وصنوف التفكير إيجابيها وسلبيها. فريق متخصص من المتطوعين الشباب يتعودون على الغطس من أجل إنقاذ المحتاجين في حال اقتضت الضرورة، لا سيما وأن إسطنبول محاطة بالبحار. قراءة في الغطس كوسيلة للتعاون ولإنقاذ المحتاجين في ظل الأزمة واستعداد للغد، من وحي الإبداع والدكتور سعيد الحاج. في الآفات والكوارث الطبيعية تسارع الفرق الحكومية إلى البحث والإنقاذ ومد يد العون والمساعدة، ولكن في كثير من الأحيان تتجاوز الكارثة إمكاناتها أو تتواجد الحاجة الطارئة للتدخل قبل وصول فرقها. حقائق تفرض وجود متطوعين يتحملون المسؤولية تجاه شعبهم وأهلهم وأقاربهم. بلدية باجلار وبالتعاون مع محافظة إسطنبول أنشأت ضمن اتحاد البحث والإنقاذ في هيئة الدفاع المدني لديها فريقا للغطس من شبان المتطوعين. عندما تحدث أي آفة طبيعية أو أي حدث غير عادي في أي مكان، ينبغي علينا نحن أن ننقذ القريبين منا، وهذا يتطلب أن يكون لدينا العلم والخبرة الكافيين لذلك، وهذا ما نقدمه نحن. يتكون الفريق من 7 متطوعين من عاملي البلدية ومن خارجها، يتدربون منذ أكثر من 8 أشهر على الغطس والبحث والإنقاذ تحت الماء، وكل هدفهم أن يكون لهم دور في مساعدة الآخرين في حال حصول أي كارثة طبيعية في إسطنبول المحاطة بالبحار. إسطنبول قريبة من البحر ومحاطة به، فشعرنا أننا بحاجة لهذا الفريق في حال حدوث أي آفة طبيعية، فنحن هنا لأننا نريد مساعدة الناس. بدأنا من الصفر، قبل 6 أشهر لم نكن نعرف كيف نلبس ثياب الغطس، الآن تعلمنا وأصبحت لدينا القدرة على إنقاذ شخص ما بحاجة إلينا. تسعى البلدية أن يكون الفريق احترافياً رغم تكونه من الهواة المتطوعين، ولذلك فهي تؤمن لهم كل إمكانات التعليم والمستلزمات الضرورية، ويستمر تعليمها وتدريبها لهم حتى في أشهر الشتاء الباردة في المسابح المغلقة التابعة للبلدية، في سعيها لتحقيق هدفها برفع عدد المتطوعين في كل شارع أو زقاق من 1 إلى 3 أشخاص. ليسوا هنا لممارسة الرياضة أو للتسلية فقط، إنهم متطوعون هدفهم مساعدة من يحتاجهم في حال حدوث أي آفة طبيعية. منطق من المسؤولية المجتمعية وثقافة تقول بأن على كل منا مسؤولية. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، إسطنبول. وإلى لون جديد من ألواننا السبعة، ولوحة فنية من اللوحات الفنية التي نعرضها لحضراتكم تحت سياق الطباعة. هذا الفن المعروف تاريخيا وتقليديا بدأ بالطباعة على الحجارة، ثم تدرج رويدا رويدا حتى بات سمة فارقة في دنيا الفنون. الطباعة على الملابس والأقمشة والأوراق وغيرها، بل وحتى على الأحجار والزجاج. الطباعة في ظل عالم التكنولوجيا بعد تدرجها التاريخي، قراءة تحملنا إليها الزميلة رشيدة الفطماوي، ولوحات فنية. موسيقى
الطباعة هي طبع الكلمات والصور والتصميمات فوق الورق أو النسيج أو المعادن أو أي مواد أخرى ملائمة للطبع فوقها، وتتم بنسخ صور بطريقة ميكانيكية. وتاريخ الطباعة هو من أكثر الوثائق وأعرقها، ويتم من خلال الطبع من سطح بارز، فكان يجري قديماً الختم بالحجر، وهذا يعتبر أقدم طرق الطباعة التي عرفت لدى البابليين وغيرهم، وكان يستعمل للاستغناء عن التوقيع على المستندات والوثائق والمعاهدات أو كرمز ديني. كانت الوسيلة أختام أو طباعة ليبصم بها فوق الطين أو من الحجر بخدش أو نقش على سطحه، وكانت عبارة عن حجر دائري يغمس في الصبغة السائلة أو الطين ويوضع بعد ذلك على القماش أو الورق المراد إنجاز الشكل أو الطباعة عليه. عرف أتراك تركيا فن الطباعة على الأقمشة في موطنهم الأصلي بآسيا الوسطى وجنوب القوقاز قبل قدومهم لهضبة الأناضول في القرن الرابع عشر الميلادي. ويعد فن الطباعة بالألوان المزركشة على القماش من بين الفنون الشعبية التقليدية التي تنتشر بآسيا الوسطى والقوقاز منذ القرن التاسع الميلادي. وقد استقبلتنا وليا مارت في ورشتها المتواضعة لتعرفنا على هذا الفن قائلة: أنا أهتم كثيراً بالنماذج التراثية المتعلقة بتقاليدنا بما في ذلك اللباس التقليدي، كما أنني أهتم بغطاء الطاولات، غطاء الرأس والوسائد وما إلى ذلك من الأشياء التي هي تحتل مكانة مهمة في حياتنا اليومية. فكما تعلمون كل بيت تجد به هذا النوع من النقوش في الوسادات والستائر إضافة إلى الزي التقليدي التركي الذي يختاره العديد من الأتراك. في هذا الإطار فإن حياتي العملية تحمل العديد من المعاني. كانت الأشكال التي أنجزتها وليا مارت في مجملها أشكالا معبرة عن أبطال الأساطير التاريخية كالشهمران وطائر الهدهد، إضافة إلى درويش قونيا وبعض المعالم التاريخية من مدينة إسطنبول. وإلى محورنا الثاني في هذا المساء، السينما تحتاج إلى تقنيات، والإبداع يحتاج إلى مقدمات، والمقدمات السليمة تقود إلى نتائج إبداعية. في قراءة جديدة في السينما المعاصرة كان لابد لنا أن نتفرس في جزئيات العمل، لا من باب الترف الفكري وإنما من باب الضرورة التي يجب توفرها في المجتمعات العربية والإسلامية من أجل تحقيق رفعة حقيقية في مجال العطاء السينمائي بصورة مدروسة وعلمية. هناك علم يعرف باسم الرسوم المتحركة أو الأنيميشن. هذا الفن والمجال دخل في عالم السينما فأضفى عليها رونقا إبداعيا مميزا، تميزت آخر صوره في فيلم فتح إسطنبول عام 1453 وأيضا بايتخت وغيرها من الأفلام. ويسعدنا أن يكون معنا للحديث حول تقنيات السينما المعاصرة والأداء التلفزيوني المميز والتكنولوجيا ودورها في إثراء الحياة المعرفية الأستاذ مقدر كزلجة، وهو صاحب شركة إنتاج تلفزيوني وسينمائي وأيضا أحد الذين أبدعوا في صياغة أفلام الأنيميشن. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا لكم. سنبدأ معكم لقاءنا بتقرير افتتاحي حول الأنيميشن ودوره في عالم السينما، نتابع سويا. في حقيقة الأمر تطورات قطاع السينما بتركيا وصلت إلى مستوى يضاهي مستوى العديد من البلدان الأوروبية. نسبة المتفرج المحلي 50%، أي واحد من كل شخصين يفضل المنتجات السينمائية المحلية. بدأ عرض قرابة 290 فيلم عام 2011 في تركيا و75 منها أفلام محلية. كان عدد الأفلام المحلية 66 في 2010. كان عدد المتفرجين على الأفلام الأجنبية خلال 10 سنوات الأخيرة يقدر بمئات الآلاف لكل فيلم، وبلغ عدد المتفرجين على الأفلام المحلية 390 ألفا لكل فيلم.
الدخل السينمائي لعام 2011 قارب 400 مليون، وزاد عدد المتفرجين عن 42 مليون متفرج. في السنتين الأخيرتين النجاحات الدولية التي أنجزها فيلم العسل لسميع قبلان أولو والأناضول في زمن من الأزمان لنوري بيرغا إذن أثرت على قطاع السينما بشكل إيجابي. Mesele şehit olmak için mi, murdar olmak için mi döküldüğündedir. Dinsiz Türkler! تقنيات الرسوم المتحركة المطبقة لا سيما في فيلمي عبدالله المخلص بارلا والفتح 1453 اللذين عرضا خلال العام الأخير فقد أعطى أملا لمستقبل السينما المشرق. عبد الله المخلص بارلا فيلم أعد باستعمال تكنولوجيا موشن كابتشر، أي التقاط الحركات موشن كابتشر، وهي تقنية للرسومات المتحركة طورت أولا لأهداف عسكرية من أجل التقليد الأحسن للديناميكية الحركية وأصبحت مؤخرا مفضلة في هوليوود. بعد انتظار طويل طبقت في النهاية بفيلم الفتح 1453 وكانت بشكل ناجح في الرسوم المتحركة للحروب وأعطت للمتفرج إحساس جو المدن. حصل الفيلم على شريحة متفرجين حطمت الرقم القياسي في العدد منذ أول يوم لعرضه بفضل موضوعه وتقنية تناوله للموضوع، وأصبح أغلى فيلم سينمائي للسينما التركية، وتم بيع حق العرض في التلفاز للفيلم بتركيا بمليوني ليرة تركية. نجدد ترحيبنا بالأستاذ مقدر كزلجة، أهلا وسهلا بك أستاذنا. لنبدأ بتعريف المشاهد الكريم بتقنية الأنيميشن، ما هو الأنيميشن وما هو دوره في عالم السينما وعالم العطاء التلفزيوني عموما أستاذنا؟ الأنيميشن لا شك أنه فن من الفنون، إلا أنه بدأ يستخدم بشكل كبير خارج حتى إطار السينما في الألعاب، في المسلسلات، وفي أيضا مجالات الكمبيوتر المتعددة، أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة. وعندما نتحدث عن الأفلام والمسلسلات فإننا عندما نريد أن نبدع في شيء أصبح هذا الفن جزءا لا يتجزأ من السينما اليومية. هو أمر يستخدم طبعا منذ سنوات طويلة في السينما الخارجية، إلا أنه متطور وبشكل ناجح يوما بعد يوم في بلادنا، ولا شك أنها ستتطور أكثر فأكثر في الأيام القادمة. عندما نتحدث الآن عن عالم السينما، عالم التلفزيون، عالم السيناريوهات التي تترجم على أرض الواقع أمام المشاهدين، لابد لنا أن نتحدث عن الاحتراف. محترف إبداعي في عالم السينما يمكن أن يدخل على الفيلم تطور هائل في مجال العرض، في مجال أسلوب العرض، في مجال المؤثرات، في مجال سواء المؤثرات السمعية أو البصرية. أقصد الاحترافية في العمل السينمائي، كيف تقرأها لنا؟ أنت على حق، هذا الأمر سنضيف عليه أمورا كثيرة في الأيام القابلة، وهذا أمر يطبق كتنفيذ وتطبيق وكديزاين وتصميم في الخارج أكثر منا، وهذا الأمر عمليا يقدم هذا التصميم يقدم عمليا على أرض الواقع ما هي الصورة وما هو المشهد الحقيقي في هذه اللقطة وهكذا، وبعد ذلك تأخذ أبعاد أخرى حتى تصبح ثلاثي الأبعاد. أحيانا يكون الكثير أو أحيانا الكثير من الأماكن التي ستأخذ الأموال الطائلة إذا أردنا أن نصممها على أرض الواقع. هذا الأمر يقدم لصانعي الأفلام والمسلسلات الفرص الكبيرة ويوفر عليهم أموال ضخمة. لا شك أن
هذا الأمر صحيح أنه مكلف جدا، إلا أن هذا الأمر يعني عندنا مثلا في فتح القسطنطينية في هذا الفيلم 1453 لو أردنا أن نعمل سورا ونعمل أناسا ونعمل ونصنع بحرا ونصنع كل هذه الأمور لأخذ الفيلم منا بطبيعة الحال سنوات طويلة، إلا أننا أصبحنا نشاهد هذه الأفلام تنتج بسرعة فائقة وبجودة عالية جدا. وخلفكم على الشاشة مباشرة وأمام المشاهدين تعرض بعض الإبداعات الفنية في عالم الأنيميشن ودمجها في الواقع، كيف يتم هذا الدمج وكيف هذه الفنيات التي تحتاج حقيقة إلى مستويات عالية جدا من المهنية والاحتراف. أستاذنا الكريم، لنأخذ فيلم الفتح 1453، أنتم شاركتم جزئيا في صناعة الأنيميشن الخاصة به أو الرسوم المتحركة الخاصة به، إضافة إلى جهود كثيرة جدا قمتم بها في إسطنبول عاصمة الثقافة 2010 الأوروبية أقصد، وأيضا في بايتخت وغيرها من الأفلام السينمائية التركية. عندما نتحدث عن إضافة جهد كرتوني إلى هذا الأمر، ما القيمة التي يضفيها على العمل السينمائي أو العمل التلفزيوني عمليا؟ ما الجديد في هذا الأمر؟ هل يمكن لنا أن نتحدث عن فارق هائل ما بين العرض السينمائي المجرد والعرض السينمائي المقترن بالأنيميشن؟ أقول من دون أي أدنى شك أن فتح 1453 فتح القسطنطينية الكثير من الصور الذي يظنها الناس طبيعية لا يعني الناس سيستغربون عندما يعرفون أنها رسوم متحركة وأنها أنيميشن، أو أنهم عندما ينظرون الكثير من المناطق الغير موجودة يفهمون هذا الأمر، إلا أنهم يظنون أننا ذهبنا وصورنا كل ذلك وكل الأفلام في الأماكن الأصلية. 60% عالميا في هذا الفيلم استخدم هذه التقنية، إلا أن هذا الأمر غير واقع على أرض الحقيقة، وهذا الأمر يغني الفيلم بشكل كبير. وعندما نتحدث عن السينما في هذا اليوم وهذه التقنية المستخدمة الآن بهذا الحجم وبهذا التكامل، هذا يعتبر أول فيلم، ولا شك أن هذا الأمر بداية الطريق. ولو لم يكن هذا الفيلم بهذه الصورة لم استطاع أن لو لم يعطي الصورة الحقيقية 100% كان الناس يخافون ويتخوفون وكانوا يقولون هل بإمكاننا أن نصنع مثل هذا الأمر؟ الآن قلنا لهم طبقوا ونفذوا هذا الأمر ونحن معكم في هذه التجربة وسنقوم بالدعم اللازم حتى أقنع. في البداية بدأنا العمل وكان هدفنا وثائقيا، وأثناء العمل في هذا الفيلم الوثائقي تحول الأمر إلى فيلم سينمائي بعد التصوير الطويل في الاستوديوهات. استطعنا عمليا أن نقنع المنتجين الذين اقتنعوا بواقعية مثل هذا الأمر على أرض الواقع، وهكذا تم الأمر خلال سنتين إلى ثلاث سنوات تقريبا أخذ فترة العمل. أنا أعلم أن هذا الجهد كبير جدا، ولكنه على صعيد الإنفاق المادي يحتاج إلى مقابل عالي جدا، بالتالي من يطمح في التميز عليه أن ينفق المال في تحقيق الهدف. ألا تتفق مع أننا بحاجة إلى مثل هذه الفلسفة عند المنتجين عمليا؟ إذا أردت التميز فعليك أن تنفذ هذا المشروع مهما كانت التكلفة، لأن التميز يحتاج إلى عمل إبداعي احترافي لا سيما في مجال الأنيميشن. بدون أدنى شك إذا أردت أن تصنع شيئا جميلا أو خلاقا يجب أن يكون هذا الأمر له بنية تحتية. أحيانا يكون البنية التحتية ماديا، وأحيانا يكون البنية التحتية فنانا، وأحيانا يكون تصميما، وأحيانا أمور كثيرة.
إذا أردت أن تبدع وتخلق شيئا جديدا وأنت يجب أن تفعل كل هذه الأمور متكاملة مكتملة بشكل جيد ومع فريق مميز، ويجب أن تقوم بالصرف. طبعا إذا كان القطاع يقدر فنك لا شك أنك ستسترد الأموال. جميل. الكثير من المنتجين عمليا. أعذرني جدا لمقاطعتك، الوقت أمامي ضيق جدا، وأود سؤالك حقيقة عن هذا الموضوع المهم. في تركيا هل لدينا مثل هذه الكفاءات الموجودة عمليا في جانب الأنيميشن؟ هل لدينا مستويات عالمية من الأداء الفني الذي يضاهي الأداء العالمي فعليا، سواء على مستوى تصميم اللقطة الواحدة أو على مستوى العرض الفني لها؟ نعم، هذا أمر موجود وهذا أمر يتطور يوما بعد يوم. يوجد لدينا مدارس ويوجد لدينا جامعات، وقبل المدارس بطبيعة الحال هناك شيء يسمى الخبرة والتجارب. وعندما نتحدث عن السوق العالمية، نتحدث عن هوليود، نتحدث عن أوروبا، يوجد هناك عشرات الأتراك العاملين في هوليود في هذا الفن وفي هذا هي الجزئية. جميل. وكذلك الكثير هل نحن موعودون في الأوروب يعيشون؟ نعم. في أوروبا كذلك. هل نحن موعودون بفيلم من الأنيميشن يضاهي فيلم أفاتار مثلا؟ إذا كنت تتحدث عن فيلم مماثل، إنني أعتقد أن هذا الأمر سينفذ على أرض الواقع. هناك تجارب لدينا عمليا على أرض الواقع، وهذه التجارب ستقدم إلى الأسواق في سنوات قليلة إن شاء الله. جميل جدا. ماذا عن قراءتك لواقع السينما التركية؟ اليوم نحن نتحدث عن 290 فيلم عرضت في عام 2011. 290 فيلم، هذا رقم كبير جدا في عالم إنتاج السينما. هل ستدخل التقنيات المعاصرة سواء موشن كابتشر أو الإنيميشن أو غيرها من التقنيات أو الفنون الجديدة إلى عالم السينما؟ هل تظن أن المتابع سيصبر كثيرا على عالم السينما والمنتجين حتى يشاهد مثل هذه التقنيات الإبداعية؟ إنه مع مرور الزمن سيحدث هذه الأمور. هذه الأمور لا تقع بين ليلة وضحاها، إنها يتعلق بمرحلة معينة ومرحلة معينة من التعليم، بنية تحتية من التعليم. وكذلك مع مرور الزمن سنشاهد أن الأمور تتحسن وتسير الأمور إلى أفضل شيئا فشيئا. المهم أن يكون عندك الثقة، ويجب أن يكون لديك الإيمان بهذا الأمر، وسيجب عليك طبعا بذل الجهد في هذا الإطار. لا شك أن 1453 يعتبر من النماذج المهمة في هذا الإطار. مثلا ترت أطفال، هذا القناة قدم الشيء الكثير بالنسبة للسوق، يجب أن نشكرهم، يجب أن نبارك أعمالهم. ضمن إطار فعاليات إسطنبول عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2010، قدم الشيء الكثير من الدعم في مجالات الفنون، واستطاع هذه المشاريع التي قدمت في هذا السياق دعم المجالات الفنية المتعددة، ودخلت تقنيات كثيرة مع هذا الدعم. ولا شك أن السينما التركية ستكون في مكان أفضل خلال السنوات القادمة. جميل جدا. وهذا الدعم يؤسس أيضا لدور حقيقي على أصحاب الشركات الخاصة إضافة إلى العاملين في هذا القطاع. هل تستشعرون المسؤولية عمليا في إنتاج فني إبداعي؟ بمعنى أنتم كأصحاب شركات إنتاج هنا في تركيا، هل رؤيتكم بعيدة المدى أن يكون مستوى الأداء عالميا أم متميزا على مستوى تركيا عمليا؟ السقوف مرتفعة؟ نحن يجب أن نمر بهذه المرحلة، يجب أن نصل إلى مكان ما. هذا الأمر كيف سيستمر الوقت وكيف ستمر هذه المرحلة لا أدري. إذا كنا استطعنا أن نتجاوز أوروبا في الكثير من الجزئيات، فإننا في مكان جميل للغاية، إلا أننا لم نكون السوق اللازمة لهذا الأمر، إلا
أن نتطور ونتقدم في هذا المجال. هذا المجال سيصبح ربما يوما من الأيام قريبا في تركيا أشبه ما يكون بالصين وبالهند وبالباكستان أو ربما بعض الأسواق المحلية الأمريكية. بإمكاننا أن ننافس وننافس هؤلاء والكثير من الشركات الأمريكية تأتي إلى تركيا وتطلب الدعم منا في هذا الإطار. إذن نحن في الطريق الصحيح وسنستمر في هذا الطريق. جميل جدا. وهذا بطبيعة الحال أستاذ مقدر يتطلب جهودا إنتاجية وجهودا من أصحاب القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي في إنتاج أعمال إبداعية، وربما تكون المسؤولية هنا ملقاة على عاتق النقاد السينمائيين والنقاد الذين يمكن لهم أن يسهموا في تصويب المسار. هل أنت متفائل بمستقبل السينما في نصف دقيقة إذا تكرمت؟ إنني أفكر ومقاربتي مقاربة إيجابية، وعندما نقوم بالنقد يجب علينا أن ننقد ونحن نعرف الظروف، نعرف البنية التحتية. هل تتوفر لدينا الإمكانات ولا نفعل، أم أنه لا يوجد لدينا شيء ونحاول أن نبدع؟ هذه أمور تختلف عن بعضها البعض. نحن من خلال ميزانيات قليلة وضئيلة وبسيطة نحاول أن نخلق الإبداع. هناك الكثير من الأمور مع الأسف الشديد قمنا بها بميزانيات ضعيفة فقط من أجل أن ننفذ أو أن نعمل. إذا كان هذا الأمر ستلقى الدعم من جهات معينة أو من جهات حكومية بإمكاننا أن نبدع أكثر فأكثر. أحيانا أقوم بأمور لا تليق بمكانتي إلا أن الميزانية تكون عمليا ضعيفة. هناك على سبيل المثال بعض المشاريع التعليمية، إن مشاريع التعليم سيدخل فيها هذه التقنية لأن الصورة والذاكرة المتعلقة بالصورة لا شك أنها تتقدم الكثير من وسائل التعليم ووسائل السمع ووسائل أخرى. الموضوع ليس مسلسل ومسلسل، الموضوع موضوع تعليم، الموضوع مجالات متعددة مختلفة. بالتأكيد، ونحن بحاجة أيضا إلى تناقل هذه الخبرات والمعارف إلى عالمنا العربي أيضا، وإلى ابتكار العديد من المؤسسات الإبداعية الخاصة بالإنتاج الفني الاحترافي. وهذه رسالتنا إليكم أحباء المشاهدين حيثما كنتم. نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ مقدر كزلجا، وهو صاحب شركة إنتاج أسهمت فعليا في إنتاج العديد من الأفلام والإنتاجات الفنية الإبداعية في جانب الأنيميشن، وتدخلت في عالم السينما بشكل إيجابي. نشكره جدا على حضوره، وندعوه مع مشاهدينا إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية الثانية بإمضاء ديميران كاديولو. أحيي فيكم الخير جميعا وأرمق في عيونكم الربيع. وصلنا إلى نهاية جولتنا معكم يا ربيع القلوب ومهجة الأرواح. وصلنا إلى نهاية جولتنا مع حضراتكم بكل المحبة، نودعكم في الحلقة 299 لنلتقيكم في باكورة مئويتنا الثالثة. لا تنسونا من دعوة صالحة، والسلام عليكم ورحمة الله.